الأخ عبد الصمد كان لديه سؤال ثاني، وهو في قول الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. يقول: هل فيها إشارة إلى المخترعات الحديثة؟ نحن نعلم أن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، ولما يقرأ الآيات سيجد أنها تتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى، ما خلقه من الأنعام إلى آخره، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. كلمة يخلق بالمضارع يعني هذا الخلق مستمر، يعني الآن أو في المستقبل. وأصل الخلق في اللغة التقدير، يعني يقولون: خلق الخياط الثوب قبل أن يقصه، يعني قدر المسافات والأبعاد قبل قيامه بالقص. لكن صار له معنى الإيجاد، والإيجاد على صورتين: الصورة الأولى الإيجاد من غير مادة سابقة، يعني من غير شيء سابق. هم أحيانا يقولون على غير مثال، هو قد يكون على غير مثال لكن من مادة مخلوقة، من مادة موجودة. لكن العبارة التي هي أدق، القسم الأول الخلق من كما نقول من لا شيء، يعني أن لا يكون هناك شيء، ليس له أوليات ثم يكون، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه غير الله عز وجل الذي يخلق من العدم، يعني من لا يكون الشيء له وجود، منعدم ثم يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني هو لم يكن له وجود، لم تكن له مادة أولية، يقول الله عز وجل كن كذا فيكون كذا. هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من العدم هو لله عز وجل وحده. النوع الثاني من الخلق أن يكون لديك، اللي هو بمعنى التصوير أو التكوين، تكوين شيء كأنه تجميع، تكوين شيء من أشياء موجودة. يعني إنسان يبني بيتا، المواد الأولية موجودة عنده، يأتي بهذه الحاجة وهذه الحاجة ثم يكون منها بيتا. هذا البيت بهذا الشكل بهذه الصورة لم يكن موجودا، لم يكن له وجود، لكنه الآن صار له وجود. هذا الوجود ممكن أن ننسبه للبناء، نقول هذا البناء بنى هذا البيت. العرب في مثل هذه الحالة تجيز أن تقول هو خلق هذا البيت، بمعنى كونه، ولم يكن قد كان من قبل، لكن كونه من مواد أولية خلقها الله سبحانه وتعالى. هنا يمكن أن ينسب هذا الصنع أو هذا الخلق من المواد الأولية التي خلقها الله عز وجل لهذا الفاعل الإنسان، وعليه يفهم قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المكونين، تكوين الله عز وجل هو الأحسن دائما. فمعناه هناك خالقون، لكن هؤلاء الخالقون هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الله خلقه. فإذا ويخلق ما لا تعلمون ممكن أن يراد به يخلق بصورة غير مباشرة عن طريق مخلوقاته، هذا الإنسان الذي خلقه الله يبدأ بالصناعة، يبدأ يصنع، فهو حقيقة الحال خلق الله عز وجل. لأن هو ماذا فعل هذا الإنسان؟ حتى الذي صنع الطائرة أو صنع السيارة
أو صنع أي جهاز من الأجهزة، ماذا فعل؟ جاء إلى مواد أولية خلقها الله سبحانه وتعالى، فجمع بينها بما هيأه الله عز وجل له من عقل وفكر. العقل والفكر هو من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الإنسان لم يكون نفسه، لم يوجد نفسه، وإنما هو موجود لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ركب في دماغه هذه الخلايا التي خصصت للتفكير وللإبداع. فإذا المبدع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. أنت عندما قمت بهذا العمل أنت مرحلة من مراحل الإبداع، الله أبدعك فأبدعته، لكن أبدعت من المواد الأولية التي أبدعها الله عز وجل قبل أن توجد، من غير يعني وجود سابق. فينسب الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. فممكن أن ننسب كل هذه المواد وهذه الأشياء المصنوعة التي تنسب إلى الإنسان، نقول هي حقيقتها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي خلق ذلك الذي صنع هذه المصنوعات. بعض العلماء يقول النص على إطلاقه، على أصل معناه، على عمومه، ويخلق ما لا تعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق من الأمور ما لا تعلمونه في وقتكم الحالي، يعني بل في كل حين، يعني الآن هناك خلق لله سبحانه وتعالى لا نعلمه يخلقه. وهذا يمكن أن ينظر فيه إلى ما يسمى بالجراثيم أو الفيروسات أو المخلوقات التي تخلق في البحر، لا ندري ماذا يخلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، فما بالك في ملكوت السماوات والأرض، في هذه العوالم العجيبة الغريبة التي يقول العلماء بعض هذه النجوم التي هي في السماء الدنيا لو جمعت الشمس والقمر والكواكب السيارة والأرض وكونت بكتلة واحدة يمكن أن يحفر لها وتدفن في قشرة ذلك النجم، فما أعظم ذلك النجم إذن، بحيث هذه المجموعة الشمسية كلها تكون كرة وتدفن في قشرته، فيعني كالكرة التي ندفنها في التربة الآن بالقياس إلى حجم الأرض. فلا نعلم، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، تفهم الآية بإحداها أو بالجمع بينهما، ممكن أن نقول هذا المعنى يفهم أن الله سبحانه وتعالى في كل حين له خلق لا ندري ما هو، ما قال يعني ما وما فشت الفاحشة في قوم إلا أصابهم من الأمراض ما لم يكن في من تقدمهم. هذه الأمراض تكون بشيء يخلقه الله عز وجل، اللي يسموها أحيانا الفيروسات، أحيانا الجراثيم، أحيانا لا يعرفون سر أو سبب هذا المرض، ويبقى الإنسان بما أودعه الله عز وجل في رأس هذا الإنسان من خلايا متخصصة بالفكر والعلم، يبقى يفتش إلى أن يصل إلى علاج هذه الأمراض. فإذا هذا ويخلق ما لا تعلمون.